بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده على الفيجواليزيشن بتاع الميديكال ايمجز. السؤال المنطقي اللي هيجي في دماغ اي حد، طب اشمعنى ميديكال؟ ما اللي هتعمله هنا يتعمل هنا في اي صوره ثانيه، ليه الميديكال ايمج تحديدا؟ تعال نشوف الايمجز بنقسمها ازاي. في عندنا جنرال ايمجز زي ايه؟ بني ادمين، نيتشر، انيمال، اوبجكت، صور عادية خالص. في عندنا سبيشال ايمجز ليها معاملة خاصة زي مثلا ميديكال ايمجز، اكس راي، ماجنتيك ريزونانس ام ار اي، سي تي سكان، دي ميديكال ايمجز. في مالتي سبيكترال ايمجز زي الصور اللي جاية من الأقمار الصناعية. في أنواع مختلفة من سبيشال ايمجز بتحتاج معالجة خاصة شوية. برضه السؤال الثاني، طب خاصة ما في الآخر هي صورة، عاوز تنورها شوية أنورها لك، عاوز تظلمها ماشي، عاوز تعمل سموثنج، كل ده افيلبل بالنسبة لي. تفرق إيه برضو السبيشال ايمجز دول عن الجنرال ايمج في الهاندلنج بتاعهم؟ تعال نتكلم على الميديكال ايمجز تحديدا. دي الايمج نفسها وده البروسيسنج اللي أنا هعمله عليها. بالنسبة للايمج البكسل فاليوز، لو هي صورة جنرال عادية بتبقى من 0 إلى 255، من أسود خالص لغاية أبيض. ده لو كانت صوره جراي. طب لو الوان هيبقى عندنا ثلاثه لاير، كل لاير من 0 ل 255 اللي احنا بنسميهم ار وجي وبي. كل واحده من دول بتاخد درجات من 0 ل 255 اما يركب مع بعضيه تطلع 16 مليون كلر. ده بالنسبه لمين؟ اي صوره عاديه عندك على الكمبيوتر بتتفرج عليها في النت. طيب الميديكال ايمجز مختلفه شويه عن كده. البكسلز بتاعتها ما هياش من 0 ل 255، مش شرط. ممكن تلاقي عندك ارقام 1000 و2000 حسب الدقه بتاعته قد ايه. ممكن يكون شغال 16 بت، هو ده شغال 8 بت. كان الرقم من 0 ل 255. هنا ممكن يقول لك انا شغال 16 بت. وبالتالي 2 اس 16 بكام؟ 2 اس 16 بكام؟ 2 اس 10 بكام؟ بواحد كي. تخش خط لوجيك، لوجيك ديزاين 2 اس 10 بواحد كي، و 2 اس 4 ب 16 يبقى دي عباره عن 4 كي بدل ما هي ب 56. المهم البكسل فاليوز مش ليمتد من 0 ل 255. وبالتالي لو انت عايز تعرض، انا ما بعرفش اشوف على الكمبيوتر غير حاجه من 0 ل 255، هتضطر تلعب في السكيلنج بتاعك. حاجه ثانيه الامبيدد داتا، يعني اخبي داتا جوه الصوره. في الصور العاديه الكلام ده مش ابليكابل، نوت ابليكابل، الا لو انت عاوز بقى تعمل حاجه مخصوص ووتر مارك وبتاع تخبيها جوه او هيدن داتا بايدك، لكن الصور العاديه ما فيهاش. الميديكال ايمج بطبيعتها فيها امبيدد داتا. طب ليه؟ لان في خطوره كبيره لو الميديكال ايمج اتلخبطت ممكن تودي عيان في داهيه كده؟ بلاش كده. لو انت عندك صوره من العاديين دول مش محتاج حد يقول لك بصوره ايه، ما انت شايف صورته، وش فلان اهو، دي صوره ادنى، دي صوره قطه، باينه. الميديكال ايمج لو بصيت عليهم كلهم شبه بعض. كلهم كده قفص صدري كده في الاكس راي ولا حاجه وخلاص. مين بتاعت مين؟ ما اعرفش. طيب كلهم بتوعي. مين القديمه ومين الجديده؟ ما اعرفش. فكل الكلام ده بيتعمل امبيدد داتا جوه الصوره نفسها. يوم الجهاز نفسه ما يبص على الصوره يطلع لك الصوره شكلها ايه، ويقدر كمان يطلع منها الداتا الامبيدد، يقول لك دي الصوره بتاعه فلان الفلاني، واتعملت في المركز الفلاني، واتعملت في التاريخ الفلاني، وبالجهاز الموديل بتاعه كده. كل البيانات دي بتتخزن فيها، فده حاجه مختلفه. وبالتالي ده هيقول لك انت عشان تقرا الميديكال ايمجز لازم يكون لها برنامج مختلف عن البرنامج العادي، ما هياش بقى صوره جي بي جي ولا كده بس. المالتي فريم في الميديكال ايمجز سبورتد، بينما في الصور العاديه لا، هي صوره قطه ولا كلب وخلصت. هنا يقول لك انا صورت لك بالسي تي 76 فريم ورا بعض، او الام ار اي اللي هو بيخش العيان عليه كده ويقدر يتحرك يتحرك، عمل كميه كروس سيكشن 120 كروس سيكشن حسب هو عاوز مسافه قد ايه. فانا عندي هنا مالتي فريم اللي احنا هنشوف دلوقتي شكلهم ايه واحنا بنعرضهم. الفورمات بتاعتهم ايه بقى الميديكال ايمجز؟ بيسبورت حاجتين. لو انت عايز صوره واحده عاديه وخلاص ممكن تسبورت البي ان جي والجي بي جي والتيف وحاجات زي كده.
لو عايزها مالتي فريم في عندنا حاجتين، دايكوم ايمج ديجيتال ايمج في مكان دايكوم، او التيف. التيف موجوده هنا وهنا، لان التيف دي من اقدم الصور فورمات، بيسموها ايه تاجد ايمج فورمات تي اي اف، تشتغل مالتي فريم وتشتغل عادي خالص. هنا بتسبورت الحاجات العاديه بس ما فيش الدايكوم بتاعتنا، الدي سي ام ايمجز مش موجوده عندنا. بس حاجات كتير احنا مش بنتوع طب، بس يعني احنا بنقول الحاجات اللي منتشره، لكن طبعا كلامك صح. ما وقت انا مش خبير في الحاجات الطبيه، لكن اللي اعرفه الدايكوم فايل تاخدها من الحاجات الاجهزه الطبيه كلها وبتتقري عادي فيها، وليها الدرايفر بتاعتها المخصوصه يعني. في البروسيسنج بقى كانت اتكلمت عن ملف، طب وفي البروسيسنج طلع في الكونتراست في الميديكال ايمج مسموح. بص هنا كله مسموح عشان نخلص، اي صوره فيها اللي انت نفسك فيه محدش هيقول لك لا. في الميديكال في شويه احتياطات عشان دي ميديكال، لو طلع في الكونتراست وتعليه او تقلله مفيش مشكله. البرايتنس عاوز تنورها شويه تظلمها شويه مفيش مشكله. طب ايه الفرق بين الاثنين دول الكونتراست والبرايتنس؟ هم هم؟ ايوه مش هم هم طبعا. البرايتنس يعني ايه؟ لا بلغتنا بالعلم في الهيستوجرام يعني ايه برايتنس؟ ايوه صح، زق الهيستوجرام ناحيه الجزء الابيض، حركه ناحيه اليمين، ده البرايتنس، تلاقي الصوره نورت على بعضيها. امال الكونتراست ايه؟ الكونتراست وزع الهيستوجرام على السكيل كله، يوم يبان الفاتح والغامق شويه، يبان الفروق ما بينهم، يبقى في كونتراست عالي. زي ما بنعمل مثلا في الهيستوجرام ايكواليزيشن، بيعمل لنا القصه دي. فتعاوز تفرقهم شويه، مش مجرد احركه بس يمين او شمال. سموثنج مسموح ولا لا؟ في شويه ورننج. ممكن تيجي تعمل سموثنج تروح مطير الورم، الدكتور بيدور عليه. هو جايب صوره كبد، في نقطه صغيره كده بدايه ورم. انت عملت سموثنج نضفت لك الصوره. ونضفت الورم كمان كتر خيرك. وبالتالي مش اي حد يعمل سموثنج للصور الا لو الدكتور قال لك انا محتاج سموثنج والحاجات الصغيره دي مش عايزها. وغالبا هيقول لك السموثنج تشيل لغايه سايز كام؟ تروح انت مترجمها لوحدك يعني الفلتر بتاعي يبقى كام في كام؟ ما هو السموثنج حسب الفلتر. طيب شاربنج اكسبتد، انت عاوز احيانا تهايلايت حتت معينه مفيش مشكله. لوكال انهانسمنت لا. يعني هي الصورة على بعضيها، عاوز تدورها تظلمها تعملها شاربنج اتس اوكي، لكن تمسك الصورة حتة بقى الحتة دي تلعب فيها والحتة دي ما تلعبش، انت طلعت صورة ثانية خالص. فما ينفعش تعمل حاجة لوكال انهانسمنت، يعني بقول لك خد الصورة كده. الحتة دي مش عارف فيها اضاءتها ضعيفة زودها، الحتة دي فيها اضاءتها عالية قللها، الحتة لا ما ينفعش اعمل الكلام ده، كده الصورة باظت ما بقتش ميديكال ايمج. لكن على بعضيها جلوبال اتس اوكي. دي بعض الحاجات، لكن طبعا اللي بيديك الكلام ده بالتفصيل العميل بتاعك اللي هو الطبيب في حاله الميديكال ايمج. ده مثال للدايكوم ميتا داتا الموجوده جواه. بص كل الحاجات دي متسجله، انا مطلعها اوريدي من البرنامج اللي انا عامله، قريت الصوره دايكوم جبتها من على النت وسحبت اللي فيها. طبعا عشان حطينا على النت هم كانوا مخبيين البيشنت اي دي حاطينه سايبينه فاضي، هو ده سترنج ممكن يكتب فيه اللي هو عايزه. البيث ديت بتاعه حاطينه فاضي، هم شايلين في ميل ولا في ميل حاطينه فاضي، هم فاضيين الحتت دي بس يعني. لكن جه مثلا قال لي عدد الفريم 76. الصوره دي فيها 76 فريم. عشان لو عاوز تعرضهم ورا بعض وتعمل انيميشن. الصوره الواحده كام في كام؟ الفريم الواحد كام في كام؟ 512 512. البيت ستورد في قد ايه؟ 8 من 0 ل 255؟ لا. 16 بت. يعني دي الريزوليشن بتاعها عالي. عشان تبقى الدنيا اوضح بكتير. وبيدي لك بقى بقيه البيانات كلها بقى، ممكن يقول لك مثلا والله التاريخ مش عارف السنه كامل مش عارف إيه. حاجات كتيره بقى، المانيفاكتشر بتاع الجهاز كان ايه؟ شويه بيانات يعني. فدي صوره بك. دي مش ام ار اي، دي الترا ساوند. اتس اوكي كلهم طالما هم مالتي فريم خد زي ما انت عايز نشتغل. فيجواليزيشن بتاع سنجل فريم ميديكال ايمج، احنا عندنا سنجل فريم ومالتي فريم. نبدا بالسنجل فريم، ممكن اعمل ايه؟ جاما كوركشن، سموثنج، شاربنج، هيستوجرام وحاجات ثانيه كتير. فهنبص على دول كده بس سريعا يعني. الصوره
الصوره اللي هتطلع عاوز يبقى لونها ايه؟ جراي. احنا طلعنا كده عاوز خليها لونها جراي. لا انت ممكن تحط اللون اللي يعجبك او الكالر سكيم اللي يعجبك. تختار من مين؟ من كل دول. كل اللي يعجبك. مثلا عاوز جراي هتلاقي فيه جراي مش عارف فيه. في واحد مثلا اسمه بون مثلا. في واحد مثلا اسمه كبر. ده لونه نحاسي شويه كده. جراي اهي موجوده مثلا. ريمبو الوان كتيره مع بعضيها. جيت ده غالبا بيبقى لونه واخد ازرق شويه. اوتوم ده لونه على برتقاني شويه. في حاجات زي كده مختلفه. فانت اللي بتختار عارضها لك بانه شكل. زي ما نشوف دلوقتي. نبدا جاما كالر كوركشن. هي الصوره اهي. دي معرضه بقى انه سكيم الصوره دي. لون انه لون. كاتبوا لك هنا اهو. ده كبر. هي طالعه شكلها مختلف شويه مش رمادي. ده الهيستوجرام بتاعها. زي ما قلنا كده واضح الهيستوجرام الصوره دي غامقه. معظم البكسلز بتاعتها اهو معظم البكسلز في المنطقه الصغيره لغايه تتكلم لغايه 44 مثلا من 255 ده كله فاضي. واضح ان دي عندي فرصه احسنها لو انا عايز. ادي جاما عملناها بوينت 3 حسناها. لو احنا فاكرين الجاما كانت بتشتغل ازاي؟ ايوه صح. كانت بتبقى البكسل بتاعتنا هي من 0 الى 255. الاول كنا بنحولها الى من 0 الى 1. بعد كده كنا بناخد الرقم ده اللي طلع تعمله اس جاما اللي انت حطيتها. هيطلع لك حاجه تاخدها تاني تحولها الى من 0 الى 255 تعرف اشوفها. دي القصه بتاعت الجاما. خلي كل اللي داخل لك على الجاما دي اللي هي الرقم اس جاما يكون من 0 ل 1. ارفع الباور زي ما انت عايز بالجاما بتاعتك اللي هي بوينت 3 في الحاله بتاعتنا. اللي يطلع عاوز اتفرج عليه حوله تاني الى من 0 الى 255. وهتشوف الكود دلوقتي بيعمل نفس القصه. يبقى كده شكلها بعد ما عملنا جاما كوركشن طلعت بالمنظر ده كده. ده الهيستوجرام بتاعها بعد الجاما. فاكرين الاولاني؟ نرجع له اهو. كان مزنوق قوي هنا. بعد ما عملناه بقى هنا. طب عاوز اقارن ما بينهم اهو. بين الفرق ما بين الاثنين ده وده. سموثنج بقى عاوز اعمل سموثنج. خليكم عدينهم دي نمره 2 عشان ما نيجي نتكلم على الكود نتفرج على كل واحده بتتكود ازاي. كل واحده بتتكود سطرين ثلاثه الموضوع بسيط يعني. ادي الاصليه اهي. ده سموثنج ب 3 في 3. اللون ده جراي. مش عاجبك غيره كبر غيره حاجه ثانيه حسب انت شايف ايه اللي اوضح بالنسبه لك. ده 5 في 5. في بعض الحاجات بدات تختفي شويه الحته الصغيره رفيعه يعني روح دور مثلا في الحته دي كده ممكن تلاقي مثلا في حاجات هنا اختفت شويه كل ما تكون رفيعه تختفي اكتر هنا مثلا في المنطقه دي تختفي شويه طبعا الايدجز بتبان قوي عندها لان الايدج انت كده بالبلدي سيحت اللون ده على اللون اللي جنبه فتلاقي الايدج هنا ما بقاش واضح بقى هيزي شويه طيب كبرنا 7 في 7 اهي كده بقى واضح خالص يعني بص المنطقه اللي هنا دي النويز هنا راحت فين كلها بقت شبه سموث هنا الانترنال اللي جوه ده والانترنال اللي هو موجود هنا. مره كمان السايز ده بيز على انت عايز تطير قد ايه فده في ورننج وانت بتعمل في الميديكال ايمج كده ولا طيرت معلومه كنا عايزينها بس انت طيرتها خالص. مثلا في بص كان في حته غابه هنا مثلا او هنا دول ما هوش باينين تقريبا هنا. شاربنج اهو ادي الصوره طلعنا دي ده مش جراي ده بول تبقى شكله شبه الجراي بس واضح الشابنج فعلا باين لنا تفاصيل ما كانتش باينه الحته دي كنت شايفها كده سموث لا طلع فيها حاجات اهي هنا كنت كده سموث لا ما هيش سموث اهي وهكذا ده شاربنج بثلاثه في ثلاثه الشاربنج مش هنقول مثله او عيبه خصائص الشاربنج ان هو بيوضح الحاجات رفيعه لو كان اللي حواليا كله سموث بلون معين ولا بلون مختلف هظهر قوي. فانا عامل شاربنج 3 في 3. طب نخلي الشاربنج فلتر 5 في 5. اهو انا غيرت اللون بقى كول دلوقتي. دي نفس القديمه اهي بس هنا كل دول طلعوا. شايف الحته دي شكلها ايه؟ دول بانوا بزياده. هرجع لورا تاني. هنا قال لي ان مفيش هنا كان اه ده خد بالك في شويه نغبشه موجودين اهو.
هنا بقى زودهم قوي، حط العدسه فوقيهم بانوا خالص. وكمان انك تستخدم السكين بتاع الكول بيوضح قوي، اللون اللبني كده واضح جدا بالنسبه لي، انا شايف الدنيا قوي. فده اللي طلع عندنا في حاله الكول. ده كده عملنا شاربنينج. برضو كل القصه ايه؟ هو حته فلتر لو انتم فاكرين، حط السنتر برقم واللي حواليه كلهم بناقص واحد ناقص واحد وهكذا، حسب الفلتر حجمه قد ايه. هيستوجرام ايكولايزيشن، ما كل ده بنتفرج. هذه الصوره الاصليه هي نفس الصوره ما بنغيرهاش. هنا حولناها بايكولايزيشن لبون، برضو باللون اللي هو البون يعني زي اللي فات. هتلاقي الصوره دي نفسها شبه الصوره دي الى حد ما. اهي ده الايكولايزيشن. هنا الكونتراست عالي قوي لان انت وزعت البيكسلز على السكيل كله، فبقى ده الكونتراست عندك بقى ظاهر خالص، وبالتالي كل التفاصيل وضحت بالنسبه لنا. خدناه وحلينا مسائل عليه كمان المره اللي فاتت، وجاي يجيلك في الامتحان انت وحظك بقى. طيب الهيستوجرام بتاع الايكولايزيشن شكله ايه؟ اهو اتوزع على السكيل بادي من تقريبا من اول زيرو لغايه قرب ال 255. وزي ما قلنا قبل كده عدد البكسلز في كل ليفل ما بيتغيرش، بس انا بحرك الليفل على بعضيه يتحول من مكان لمكان. بمعنى تاني كان في واحده عاليه قوي هنا اهي، هي نفسها موجوده هنا، بس هنا بدل ما كانت واخده ليفل مثلا عند ال 10 ولا 15 حركت مثلا بقى عند 70 او 80. لكن نفس التقسيمه دي بالظبط هي نفسها موجوده هنا. طب والقصيره دي فين؟ اهي. فانت ما بتلعبش في البكسل، كل درجه لون تفضل زي ما هي، بس انت بتشفت درجه اللون بتاعتها. ادي كده بقى ايكولايزيشن. كان الكونتراست عالي جدا بالنسبه لك، بقت عينك بتفرق بينهم. انا ما كنتش عارف افرق ما بين دول. ادي الجاما زي ما قلنا برضو حسنت شويه ووسعت حسب طبعا الجاما نون لينير اي اس او رقم اس طبيعي، وبالتالي مش هتلاقي دول متساويين قوي، هنا مثلا مختلفه شويه عن هنا بعاده قريبين. وده الايكولايزيشن اللي واضح بالنسبه لي ان هنا كونتراست اعلى من هنا، لان فرقهم على السكيل كله، هنا لا هو زقهم بنسب مختلفه شويه. كده اتكلمنا على الصوره اللي هي فريم واحد بس. طبعا زي ما قلنا في الاول خالص كل اللي عملته في الميديكال ايمج ينفع يتعمل في الصور العاديه، هي نفس التكنيك هو بس دخل صوره عاديه وخلاص. طيب مالتي فريم بقى زي الام ار اي ماجنتيك ريزونانس، زي السي تي سكان كمبيوتر توموجرافي. عاوزين نتكلم على ثلاث حاجات عشان نفهم دول اتعملوا ازاي. بمعنى انت بتقول لي مالتي فريم، فاهمك، هتديني 50 صوره ورا بعض. طب الصور دي جت ازاي؟ اتطورت ازاي؟ ثاني اكتيف، هل صور افقي ولا راسي ولا مايله؟ ده اللي عاوزين نفهمه. في حاجه اسمها البيشنت كوردينيت سيستم. يعني ايه البيشنت؟ المريض اللي انت بتصوره ليه كوردينيت سيستم بتاعه. بص كده شغال في اكس وواي وزد. انت ممكن تصور كده في البلين ده، ممكن تصور في البلين ده، ممكن تصور في البلين ده، حسب انت عاوز تصور ايه. اللي هشوفه كمان شويه بقى اقول لك ده انا بصور فوليوم. فوليوم مش معناه مجسم، ده انت هتعمل المجسم بايدك. نتفرج عليها دلوقتي. اول تعال نشوف ايه هو ده. المغنتيك ريزونانس او ام ار اي اس، عارف كنت انا ملونها، معرفش اختفت ليه. ماشي. المهم ده بسميه البيشنت كوردينيت سيستم. البيشنت كوردينيت سيستم اللي هو الام ار اي بتاعنا. ده بيصور ازاي؟ من السايد، ممكن يصور من جنب، ده بنسميه ساجيتال. نطق جي. لو صور من فرونت بنسميه كورونا. لو صور توب داون بنسميه ترافيرس. دول الثلاثة الموجودين عندنا. تعال نتفرج عليهم أسهل. أهو أدي بني آدم قدامنا أهو. أدي ترانسفيرس أوت.
اللي هو احنا بنسميه اكسيال، هو ماشي مع الاكسيال بتاع البني ادم، واحنا بنسميه هوريزونتال. ده الكرونال وكانه جاي في المواجهه، احنا بنسميه فرونتال، جاي من الفرونت. فالكروس سكشن هيبقى كده، احنا بنصور من الجنب اللي هو الساجيتال بتاعنا. فدول الثلاثه الموجودين عندنا. طب انا بصور مين فيهم بقى؟ بصور بسلايسنج، امشيها كده ولا امشيها كده ولا امشيها كده؟ وده السؤال. ما انت ممكن تخد بالصور من على الوش اللي هو على البلين الازرق ده، وعمال تخش لجوه شويه بشويه وتجيب العمق بتاعه لغايه الاخر. مره اكون ماشي كروس سكشن كده، ماشي من فوق بس كان لغايه تحت، زي لو هو نايم على الترابيزه وبيتحرك عمال ياخد كروس سكشن منه طول ما هو بيعدي قدامه. فكره احنا بنصور واحده ونستنتج الاثنين الباقيين، هي دي الشطاره. ما عندي فوليوم هنشوفها دلوقتي. ادي شكل ثاني اهو، بص كده هو بيصور واحده اهي، يطلع دي كده واحده. بعد طب انا كنت عايز اصوره بقى هنا، بعدين اللي وراه، بعدين اللي وراه، انا بطلعها انا استنتجها، ما انا عندي دول هستنتج منها التانيين. ادي مثال ثالث، ادي البرين اهو. لو انت قطعت كده من جد التعبير يعني، خدت سكشن كده هيطلع ده الشكل اللي انت هتشوفه، ده كروس سكشن بتاعه. لو انت كنت بتصور كده كورونال او فرونتال من القدام اهو، هيطلع لك شكله كده. هنا طبعا في حته فاضيه اهي، لو انت بتبص من الناحيه دي. لو انت بتصور من الجنب كأنه ببص من هنا كده، ده هتلاقيك بتطلع الشكل ده نفسه اللي هو ده. طب يطلع لك الثلاثه موجودين اوريدي عندك. بعد ما اخد كذا كروس سكشن لكل واحده، ايه ده اللي كان بيتصور من الجنب، وهكذا كل واحده اقدر اخد كروس سكشنز مختلفين. اللي كنت بقوله بره كمان، لو انت عندك دول اطلع لك مثلا الاثنين دول، مش محتاج تصورهم هم كمان، انت اللي تصلحهم بالبرنامج يعني. ادي الفكره اهي. الفكره ده البي دي اف ده غلط على فكره، معلش كان في واحد احسن منه. تعال بص كده، ده الفريم الاولاني، الفريم الثاني، الفريم الثالث، همشيهم بالتدريج. ده خطا مطبعي بس المفروض هنا فريم نمبر 2، فريم نمبر 3. كوبي وبيست. مع التايم اهو. ماشيين كسيكونس ورا بعضيهم. فانا خدت الاولاني، الثاني، الثالث. لو ركبتهم على بعض او ورا بعض، لميت دول مع بعض، عملت فوليوم. ادي الفوليوم بتاعك اهو. انت بقى الفوليوم ده انا هشوفه كديفلوبر، ده اري 3D، 3 دايمنشن اري. ممكن اشوفه من الجنب ده كده، ممكن ابص عليه كده، ابص عليه كده زي ما انا عايز. بمعنى تاني، انت عندك دي 3D، هقول لك طلع لي ده، ماشي، طلع لي اللي وراه، اللي وراه، اللي وراه، وارسمهم لي كده. بترسم كله ايه؟ هكذا فرونتال كده من الوش. طب عايزهم سايد، اقول لك هي نفس الفوليوم اللي عندك ده بقى، اللي انت كونته من دول. بص من هنا، خد الاولانيه، خد الثانيه اللي وراها، الثالثه اللي وراها. عاوزه اكسل، بص من فوق، خد اللي هي الخضراء دي، اللي تحتها، اللي تحتها، اللي تحتها. فانت ممكن بتصويره واحده بس بنيت الفوليوم بتاعك، تطلع اللي انت عايزه منهم. وده احنا المفروض نعمله. امال ايه فرق الميديكال ايمج على الايمج العاديه؟ فيجواليزيشن بتاع الفريم سيكونسز ممكن تشوفها بشكلين، واحد منهم اشوفهم كده. تشوفهم كده ازاي؟ حاطط الصور كلها في فولدر، كل الفريمات اللي عندك. تعمل برنامج يسحبهم صوره صوره ويعرضهم. تحطهم حاجه زي كده. سب بلوت وتحطهم كلهم ورا بعض. هم شاطرين في السب بلوت طبعا. ادي كل صوره حطيت الليبل بتاعها رقم الصوره. طب مثلا انا عندي 100 صوره، 100 فريم. هتعرض ال 100 هنا؟ تبقى الدنيا زحمه قوي. دول كام؟ 1 2 3 4 1 2 3 4. دول 16 صوره، ده حجم مناسب للمونيتور. اكتر من كده صعبه. طب انا عاوز اشوف ال 100 كلهم. ممكن نعمل حركه لطيفه، تعمل سكيب. يعني كنت هنا سكيب، روح دي سكيب، روح لدي سكيب، روح لدي وهكذا. تقدر تعمل السكيب ده وتشوف الباقيين بسهوله. تبص ده رقم كام؟ فريم رقم ايه؟ زيرو. ده فريم رقم كام؟
مش واحد ولا اثنين، ده رقم ثلاثة، رقم ستة، رقم تسعة، وهكذا، ده رقم 45. فانا كنت اوريدي بعمل سكيب عشان اشوف بس الحركة. بص من هنا في فريمين كمان، بعدين ظهر دي بدأ يتفصل شوية الحتة دي، هنا انفصل اصلا، هنا بعده قوي، نفس الكلام هنا عمال بيتغير اهو، فانا شايف الحركة بتاعتي بسهولة. دي اول طريقة، دي الفريم اللي انا قريتها من الدايكون فايل او من التيف فايل اللي هو المالتي فريم. انا دي كلها متصوره، انا ما عملتش حاجه لسه، ممكن اعرضها لك كده، ممكن اعمل حاجه ثانيه، اقول لك خد المتصورين دول وارجع لورا ركبهم ورا بعض، ما تعرفش بقى كل واحد لوحده، انا حاليا عارف كل واحد لوحده، ركبهم ورا بعض بقوا فوليوم، خد الفوليوم ده قطعه بقى بالعرض مش بالطول، يطلع لك فريمات تانية كأني بصورك كده. خد الفريمات التانية وعرضها لي، يبقى انا شفتك. خد الفوليوم، خد كل كروس سيكشنز بقى من فوق كده، وطلع واحد اثنين ثلاثة اربعة فريم وعرض لي دول، وتعيد عرضهم مرة تانية زي ما انت عايز. لو انت شفت فعلا جهاز الام ار اي هتلاقي عنده على المونيتور هو بيختار عاوز ياخد انه فيو. الدكتور هو قاعد شايف فيو، يقول له لا عاوز فيو في الجنب، يختار ويروح داخل تاني على الفيو يبتدي يشوفهم سلايس سلايس زي ما هو عايز. انا الهدف هنا مش هدف جمالي، الهدف هنا هدف معلوماتي. يعني لو انت دخلتها في برامج تعمل فوليوم ريندرنج، اخد لك الكلام ده اطلع لك الجمجمه شكلها حلو، دي طالعه مثلا من مخ، هيطلع لك المخ كله شكله زي الفل، بس انا شايف مخ كده شكله جميل كصوره، فانا عاوز الكروس سكشن اتفرج جوه فيه ايه، وعاوز اكبر وفيه جوه اكتر شويه، الحته دي اوضح شويه ازاي. فالهدف هنا مختلف عن هناك، هناك هدف جمالي انا اطلع اعمل ريندرنج شكل حلو. وفي برامج تعمل فوليوم ريندرنج طبعا، يعني في طبعا موجودين تعمل فوليوم ريندرنج تاخد وقتها في ايه، بس لازال الريندرنج انا بشوف السيرفس الخارجي بس مش جوه، انا هنا بحاول اشوف الانترنالز اللي جوه واكبر فيها وهكذا من جوه. فطبعا ده مختلف عن ده حسب اللي عايز ايه يشوف. طيب فالفريم سيكونسنج زي ما شفنا هو ده كده. عاوز بقى اشوف الانيميتد فريمز، هنا نوقف كده وبعدين نتكلم عن الانيميتد فريمز.